السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضروا مع بعض كيك بالزيت. هذه الوصفة كنت طلبتوها مني، اليوم إن شاء الله رحينا نفذوها مع بعض ورحينا نشوفوا الفرق بين كيك بالزيت والموسكوتشو، لأن القوام تاعهم راح يكون مختلف. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير، راح نحتاج 250 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 2 كوب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندنا أيضا 150 غرام من الزيت و 170 غرام من السكر العادي، رشة ملح، علبة من الياغورت الطبيعي اللي هي 100 غرام و 3 حبات من البيض، 10 غرامات من الفانيلا، 6 غرامات أيضا من الخميرة الكيميائية و 5 غرامات من بيكربونات الصودا. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدا على بركه الله في طريقه التحضير، واول خطوه راح نقوموا بها راح نبدا نغربل في المواد الجافه. هنا عندي كوب الاول تاع الفرينه وهذا الكوب الثاني، نضيف عليهم ايضا رشه ملح، كميه فانيلا، ونضيف ايضا خميره كيميائيه مع بيكربونات الصودا، وراح نحطهم جانبا. في اناء اخر راح نحط الكميه تاع ياغورت طبيعي، وراح نبدا نضيف عليهم كميه الزيت بالتدريج. لاحظوا معنا الكمية تاع الزيت شحال عندنا في الكوب، يعني راهي كمية لا بأس بها هكذا. لاحظوا القوام اللي راح تحصلوا عليه، يعني القوام يكون كثيف. الآن راح نحطها جانبا، وراح نحكم إناء آخر راح نحط فيه 3 حبات تاع البيض. راح نفتح البيض تاعنا في الاول، وراح نبدا نضيف الكميه تاع السكر. راح نبقى نضرب في الخليط حتى يتضاعف الحجم تاعو ويتغير ايضا اللون. بعد ما طلعنا البيض مع السكر جيدا، راح نبدا نضيف له في الكميه تاع الياغورت الطبيعي مع الزيت، ولاحظوا القوام تاعو كيف يكون كثيف، وهذا القوام راح يساعدني به البيض ما يعاودش ينزل. وراح نبدا نضيف فيه بالتدريج. ونعاود نضربوا حوالي دقيقة فقط. الآن راح نبدا نضيف في الكمية تاع النواشف. بسم الله. يعني هذه الكمية راح نقسمها على 2 أو 3. هكذا. هكذا نخلط مليح. نزيد ايضا الكمية الثانية. ونخلط. هكذا نخلطه مليح ودائما نهبط الجوانب. ونزيد اخر كمية. هكذا. هكذا نخلطه كامل المقادير مع بعض. لاحظوا القوام تاع الكيك اللي لازم تحصل عليه، يعني القوام تاعو ما يكونش خفيف وايضا ما يكونش ثقيل. انتم في البيت بالنسبة للناس اللي ما تستعملش الغرام راح تستعملوا الكوب. اذا كان مثلا الخليط تاعكم شوية ثقيل، ضيفوا له فقط حوالي ملعقة او 2 من الحليب راح تكون كافية. وهذا هو الفرق الاول بين الموسكوتشو وايضا الكيك. الكيك ما نستعملش فيه كمية من الحليب، اذا استعملنا الحليب نستعملوه بكمية قليلة فقط، وحنا هذيك الكمية رانا عوضناها بالياغورت الطبيعي باه نبقى محافظ على القوام تاع الكيك. اما فيما يخص البسكوتشو يعني نستعملوا فيها الحليب عادي. والفرق الثاني ايضا او النقطه الثانيه هي الكميه تاع الزيت. اذا لاحظتوا الكميه تاع الزيت في الكيك تكون كبيره على الكميه اللي نستعملوها في البسكوتشو. في الكيك نستعمل 50 غرام من الزيت على الحبه تاع البيض، اما فيما يخص البسكوتشو نستعملوا 30 غرام كاقصى حد، 40 غرام من الزيت في الحبه تاع البيض. وهذا الفرق تاع الزيت هو اللي حيخلي الكيك تاعنا يخليه متماسك ويخليه ناشف، وايضا يكون عنده قوام خاص، يعني ماشي نفس القوام اللي نلقاوه في الموسكوتشو. حتى لو كان نضيف له كميه اخرى من الفرينه ما راحش يكون ثقيل بنفس القوام تاع الموسكوتشو اللي نديروا له كميه كبيره من الحليب. راح نعاود نغلف الخليط نتاعنا، يعني ما راحش نديره مباشره في القالب، راح ندخله للثلاجه ونخليه يرتاح على الاقل نصف ساعه. انتم اذا عندكم الوقت خلوه يرتاح ساعه او ساعتين، راح يعطيكم ايضا نتيجه احسن. بعد مرور حوالي نصف ساعه راح نعاود نخلط الخليط نتاعنا، راح نلقاوه شويه ثقيل، لاحظوا معنا، يعني نلقاوه تشرب. لاحظوا. لاحظوا نلقاو القوام تاعو زاد تماسك، لكن ما نضيفوا له حتى حاجه، راح نحطه مباشرة
في القالب تاعنا اللي نكونوا درناه بالقليل من الزبده ورشيناه بالفرينه. القالب تاعنا العرض تاعو 12 سنتيمتر على 22 سنتيمتر. بسم الله. الان احنا نضربوا مره ولا اثنين. بسم الله، مره اثنين وهذه ثلاثه. الان احنا ندخلوه للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على الاقل 20 دقيقه في درجه حراره 180 درجه. بالنسبه لدرجه الحراره دائما نعطيكم درجه حراره 180 درجه او 200 درجه، لكن انتم تعرفوا الفرن تاعكم. 180 درجه هي الدرجه المعتدله في الفرن. كاين اللي عنده 180 درجه في الفرن تاعو تكون عاليه بزاف، وكاين العكس اللي 180 درجه تكون بارده شويه. اذا هنا انتم تتحكموا في درجه حراره الفرن. لازم درجه حراره الفرن تكون معتدله. نسخنوا حوالي 20 دقيقه وراح نحط الكيك تاعنا يعني في الرف اللي يكون في الوسط. بالنسبه للفتحه راحين نعملوها في الوسط، راحين ندخلوا الكيك تاعنا في الاول الفرن ونخلوه حوالي 12 الى 14 دقيقه، يعني نخلو حتى يعمل لنا قشره فقط من فوق خفيفه. نحكم سكين ونفتح الباب تاع الفرن، نخرجوا الصينيه ونبدا نعمل بالفتحه، لكن حاولوا انكم تكونوا سريعين في هذه العمليه باه ما تديكمش الوقت بزاف، وايضا باه الفرن تاعكم ما تعاودش تنزل درجه الحراره. بعد اللي نعمل الفتحه نعاود نغلق الفرن ونعاود نطلع في درجه الحراره شويه. مثلا اذا استعملتم 180 نطلعها 200 درجه حوالي 5 دقائق او 7 دقائق. من بعد نعاود ننزل درجه الحراره ل 180 درجه. بهذه الطريقه هكذا الفرن تاعنا راح يبقى محافظ على الحراره تاعو، والكيك تاعنا يبقى يطلع ما يعاودش ينزل. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله النتيجه النهائيه اللي حين تتحصلوا عليها، يعني بثلاثه حبات بيض تحصلنا على كيك كان ما شاء الله. حبيت فقط نزيد لكم ملاحظه انه كاين فرق بين الكيك تاع الزبده والكيك تاع الزيت. الكيك تاع الزبده ما يطلعش بزاف مقارنه بالكيك تاع الزيت، لانه كاين نظريه معروفه انه الحلويات اللي مخدومه بالزيت دائما الفوليوم تاعها يكون شويه زياده على الحلويات اللي تكون مخدومه بالزبده. وايضا نزيد لكم نصيحه اخيره، لما تلقاو الكيك تاعكم طلع لكم كامل في الفرن جيدا، حاولوا انكم تنقصوا في درجه الحراره بدون ما تفتحوا في الفرن. نقصوا له درجه الحراره وخلوه ياخذ وقته حتى ينشف مليح. مثلا كيما الكيك تاع اليوم انا ادالي الوقت في الفرن 55 دقيقه، انتم ممكن يديكم ساعة داخل في الفرن وممكن يديكم أقل، لأنه كل واحد والفرن نتاعو. بقات آخر مرحلة فقط راح نقسموه وراح نشوفوا أيضا القوام. لاحظوا معنا عن قرب اللون تاعو كيف يكون داخل، يعني يكون مختلف تماما عن المسكوتشو. اللون تاعو هنا يكون رايح للإحمرار، وأيضا في الأطراف حتلقاوه كامل ناشف. لاحظوا في الأطراف نصيبو ناشف والداخل راح يكون أطري. شوفوا ما شاء الله القوام تاعو كيف يكون، ما شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية الوصفة تاع نهار اليوم. نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.